على ناظم مدينتهم الزراعية تظاهر أهالي المشخب مطالبين بزيادة حصتهم من المياه المخصصة لموسم زراعة الرز الذي انطلق في العاشر من حزيران، مؤكدين أن عدم زيادة حصتهم سيعرضهم لكارثة اقتصادية. نطالب بتجهيز مناسيب مياه للموسم الصيفي لهذا العام في ناظم المشخاب وفق المقياس الموجود 19 بمعدل ثابت من دون أي تلاعب. فترة الزراعة محدودة، عندنا بعد 10 أيام باقي على الزراعة، إذا تأخرنا يعني انتهى هذا الموسم. الآن أريدهم يعرفون إذا ما أجت كمية كافية من المياه ستكون كارثة زراعية وكارثة اقتصادية في مدينة المشخاب. ناس ما عندهم عمل إلا الزراعة، هذا يقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب وزارة الموارد المائية بزيادة حصتهم، مهددين بالاعتصام وقطع مياه ناظم المشخاب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. خلي الحكومة المركزية تعرف أنه أهل المشخاب جاي يحاربون بقوتهم وقوت أطفالهم، وصلت إلى كسر العظم مثل ما يقولون. نحن لا نقطع رزق أحد، ولكن من يقطع رزقنا سوف نكون على الناظم. البعض أكد أن محصول العنبر العراقي الشهير الذي يزرع في المشخاب حصرا مهدد بالانقراض، ما يسبب خسائر لهم وللبلد. أول مدينة بالعراق بإنتاج العنبر، العنبر النوعية الما موجودة منا في كل العالم، وهذا التقصير في منسوب المياه وقلة المياه وعدم حجز منسوب عالي إلى مدينة المشخاب يسبب أضرار للمزارعين وللعراق كافة. مديرية الموارد المائية في النجف أكدت أن المياه موزعة بين المحافظات، وأن المتظاهرين تقع أراضيهم خارج الخطة الزراعية البالغة 100,000 دونم، وأن زيادة حصتهم سيضر بحصص الديوانية والسماوة وأهوار ذي قار. الأخوة المتظاهرين في ناحية في قضاء المشخاب فهم من الفلاحين والمزارعين الذين تقع أراضيهم خارج الخطة الزراعية، وأن عملية زيادة الحجز ستؤثر على الحصص المائية لبقية المحافظات التي تقع مؤخر محافظة النجف، وهي محافظات الديوانية والسماوة، وتؤثر بشكل كبير على محافظة الناصرية والحصة المقررة لديمومة مياه الأهوار. وتعتبر المشخاب أحد أهم وأخصب الأراضي الزراعية في النجف. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.